بعد استطلاع الرأي الأخير عرفت إن كل أصحابنا عايزين مراجعة لرسيفر جديد من أجهزة الفئة الاقتصادية واللي تم إنتاجها في سنة 2023، والنهاردة إن شاء الله معانا رسيفر يعتبر ملك من ملوك الفئة الاقتصادية واللي تم إنتاجه في سنة 2023، والرسيفر الموجود معانا النهاردة هو رسيفر نوفا أي ماك الجديد. فلو أنت ناوي إنك تشتري رسيفر جديد من الفئة الاقتصادية واللي تم إنتاجها في سنة 2023، فأتمنى إنك تكمل معايا الفيديو ده للآخر عشان تعرف كل مواصفات وإمكانيات رسيفر نوفا أي ماك الجديد، وتعرف كل السيرفرات اللي جاي عليه، بالأخص إن جاي عليه السيرفر الفوريفر، وهقول لك برضو في الاخر سعر الرسيفر. لكن بقى يا ريت ما تنساش انك تضغط لايك للفيديو وتعمل شير للفيديو. ولو بتشوفني لاول مره فانا اخوك احمد، واهلا بيك في قناتك قناه احمد ابو طاقيه، واتمنى برضو انك ما تنساش انك تشترك عندي في القناه وتفعل زر الاشعارات عشان يوصلك كل جديد من القناه. من غير كلام كتير بقى يا صاحبي، يلا بينا بقى مع بعض نبدا المراجعه. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب دايما الكل يكون بخير. وزي ما قلت لكم في المقدمه ان احنا هنعمل مراجعه جديده لرسيفر من الفئه الاقتصاديه ويعتبر ملك من ملوك الفئه الاقتصاديه لسنه 2023، هو رسيفر نوفا اي ماك الجديد. لكن قبل ما نبدا المراجعه مع بعض، احب اشكر كل متابعين القناه على وصول القناه ل 50,000 مشترك، واللي وصلنا له ده دايما اكيد بفضل ربنا ثم بفضلكم علينا، ويا رب دايما نكون عند حسن ظنكم، وان شاء الله عقبال ال 100,000 مشترك. ده الرسيفر الموجود معانا، هو رسيفر نوفا اي ماك الجديد اللي تم انتاجه في سنة 2023. هنعمل انبوكسنج وفتح صندوق او فتح كرتونة الرسيفر، وهنستعرض كل مكونات الكرتونة او كل المكونات اللي جاية مع الرسيفر، وبعد كده هنبدأ نتكلم على الرسيفر ونشغله على الشاشة ونعرف كل امكانياته ومواصفاته ونعرف كل السيرفرات اللي جاية عليه والقنوات الصوتية برضو اللي جاية عليه، وهقول لكم برضو في الاخر سعر الرسيفر. هنبدأ مع بعض ان احنا نعمل انبوكسنج وفتح كرتونة. ده كده الرسيفر بتاعنا من جوه الكرتونة. هنبدأ نطلع كده حاجة حاجة مع بعض. ده كده الرسيفر بتاعنا، هوريه لكم في الاخر. دي كده كل مكونات الكرتونة. ده كده اول حاجة معانا الكتالوج اللي جاي في كرتونة الرسيفر. 2 ريموت كنترول جايين مع الرسيفر، الريموت البلوتوث والريموت العادي، ده غير 2 بطارية لتشغيل اي ريموت فيهم، وهنستعرضهم دلوقتي مع بعض. الادابتور اللي جاي مع الرسيفر زي ما انت شايف اهو، 12 فولت 1 امبير. كابل ال HDMI زي ما انت شايف اهو. عدسه ال IR اللي بتيجي منفصله مع الرسيفر. لزقه الدبل فيس اللي بتلزق بيها العدسه اسفل الشاشه. ده كده الرسيفر بتاعنا نوفا اي ماك 2023 الجديد. حجمه بقى اصغر من الفيرجن اللي قبله، ولكن تطور عن الفيرجن السابق او الاصدار السابق. ولو هنتكلم على التصميم الخارجي للرسيفر، فالرسيفر جاي مصنوع بالكامل من البلاستيك، البلاستيك القوي المتين اللي خاماته فوق الممتازة. وزي ما انت شايف البلاستيك جاي بلونين، اللون الابيض واللون الاسود. هتلاقي ان اللون الابيض مغطي كل جسم الرسيفر بالكامل فيما عدا اللون الاسود اللي جاي على الواجهة وجاي بجزء بسيط من الجانبين ومن خلف الرسيفر. ولو بصينا لواجهة الرسيفر فهنلاقي ان فيها شاشة رقمية هنستعرضها لما نشغل الجهاز دلوقتي مع بعض، بتعرض رقم القناة. ده غير زي ما انت شايف شعار الرسيفر نوفا اي ماك موجود من اعلى الرسيفر. ده غير وجود فتحات من الاجناب ومن اسفل الرسيفر لتبريد مكونات الرسيفر من الداخل. ولكن الرسيفر بشكل عام تصميمه جميل وانيق. ولو هنتكلم بقى عن مداخل ومخارج الرسيفر الموجود معانا النهارده، رسيفر نوفا اي ماك الجديد واللي تم انتاجه في 2023، هنبص كده مع بعض. هنلاقي ان الرسيفر جاي بعدد واحد تيونر قوي وحساس، وبيشتغل باكتر من تقنيه، تقنيه الدي في بي اس والدي في بي اس 2 والدي في بي اس 2 اكس الداعمه لخاصيه المالتي ستريم. بعد كده مدخل اليو اس بي ميني، ده اسمه اي ار اي اكس لتوصيل العدسه الخارجيه اللي بتيجي منفصله مع الرسيفر بالمنظر ده. ده لو انت حابب انك تشغل العدسه الخارجيه ولكن الرسيفر بيحتوي على اي ار بلت ان، تقدر تاثر مباشره عليه بالريموت من غير استخدام عدسه الاي ار المنفصله. وطبعا هو جاي بعدد واحد مدخل يو اس بي جين 2، لان المدخل الثاني مستخدم في الواي فاي الداخلي اللي احنا هنتكلم عنه كمان شويه. وهنيجي بعد كده هنلاقي مدخل ار اس 232، ده العمل السوفت وير من خلال الكمبيوتر باستخدام وصله بيتم توصيل الرسيفر من خلالها بالكمبيوتر. ولكن الرسيفر بتاعنا بتقدر تعمل له سوفت وير من خلال فلاشه بيتم توصيلها باليو اس بي او اونلاين من خلال السوفت وير المدمج في الرسيفر. يعني انت مش هتحتاج الكمبيوتر في عمل السوفت وير، يا اما هتعمل سوفت وير اونلاين يا اما هتعمله من خلال فلاشه اليو اس بي. مخرج الصوره ال HDMI طبعا داعم للدقه الفول اتش دي على تردد 60 اطار
في الثانية. مخرج صورة AV طبعا ده لو انت حابب انك توصل الريسيفر بالتلفزيونات القديمة. والاحلى والاجمل من كده فتحة الايثرنت او فتحة اللان لتوصيل كابل الانترنت مباشرة من الراوتر الى الريسيفر، وده طبعا هيديك افضل استقرار مع سيرفرات الشيرينج وسيرفرات الاي بي تي في. بعد كده صاحبي هنلاقي اخر حاجة مدخل الطاقة، واللي بيتم تغذية الريسيفر بالطاقة من خلاله عن طريق ادابتور بيجي منفصل مع الريسيفر 12 فولت دي سي على 1 امبير. ده غير بقى ان الريسيفر بتاعنا داعم للواي فاي البلت ان بالموجه ال 2.4 جيجا هرتز فقط، وداعم للبلوتوث البلت ان ولكن لتشغيل الريموت البلوتوث فقط. هنبدا ان احنا بقى دلوقتي نتكلم عن مواصفات وامكانيات ريسيفر نوفا اي ماك الجديد. الريسيفر الموجود معانا النهارده هو ريسيفر جاي بمعالج الجي اكس 6621، وجاي برامات 2 جيجا بايت، وجاي بذاكره داخليه 16 ميجا بايت، وتقدر تخزن عليها لحد 8000 قناه او محطه إزعية. ده غير دعمه للدقة الفول اتش دي بيجي بتردد 60 إطار في الثانية مع دعم للصوت الدولبي ديجيتال. ده غير دعمه يا صاحبي لأكواد البث الحديث زي الـ HEVC الـ H265 والـ H264. ده غير دعمه يا صاحبي لجميع أنواع عدسات الـ LNB وجميع أنواع البايزج سويتش. ده غير زي ما انا قلت لك امكانيه التحديث اونلاين او من خلال فلاش اليو اس بي عن طريق قائمه الفي اف تي بي الموجوده والمدمجه في سوفت وير الريسيفر. ده غير دعمه للترجمه الفوريه باللغه العربيه، يعني الريسيفر بتاعنا هتقدر لو انت بتتفرج على فيلم على القمر الاوروبي مثلا هتقدر انك تنزل الترجمه اونلاين وتتفرج على الفيلم بتاعك مترجم باللغه العربيه. ده غير امكانيه توصيل فلاش يو اس بي او هارد ديسك من النوع اليو اس بي للتسجيل والعرض من خلال الريسيفر بتقنيه الBVR. والاحلى والاجمل من كده دعم خاصيه DLNA او الميرا كاستنج لعرض شاشه التليفون على شاشه التلفزيون من خلال الريسيفر، وبالاخص طبعا التليفونات الاندرويد. وبالنسبه لاصحابنا اللي بيحبوا استقبال قنوات فدات كره القدم، الريسيفر بتاعنا داعم لمفاتيح الاوتو رولينج، وبالاخص جلب المفاتيح تلقائيا زي مفاتيح البي اي اس، مفاتيح الباور فيو، ومفاتيح التاندبرج. ده غير دعمه لخاصيه IP2SAT. كده احنا اتكلمنا عن المواصفات والامكانيات الخاصه بالريسيفر. هنبدا ان احنا الوقت نشغل الريسيفر على الشاشه ونتكلم بقى عن السوفت وير شويه ونستعرض مدد وانواع السيرفرات والقنوات الصوتيه. يلا بينا بقى مع بعض نشغله على الشاشه. كده احنا شغلنا الريسيفر مع بعض زي ما انت شايف، وصوره الريسيفر فوق الممتازه. هنبدا ان احنا نستعرض قائمه القنوات. قائمه القنوات زي ما انت شايف هي قائمه تعتبر موحده لكل اجهزه نوفا على اخر سوفت وير الخاص بالاجهزه. والسوفت وير اللي موجود على الريسيفر في وقت تصوير الفيديو هو الفيرجن او الاصدار الواحد 1.66. وزي ما انت شايف القائمة شكلها فوق الممتاز، وبتعرض جودة ودقة الاشارة، ده غير المعلومات الخاصة بترددات القنوات. طيب لو هنبدأ بقى مع بعض ان احنا نستعرض بار المعلومات او الانفو بار الخاص بكل قناة. هندوس كده اوكي على القناة. زي ما انت شايف الانفو بار شكله فوق الممتاز، وبيعرض معلومات عن القنوات وبيعرض جودة ودقة الاشارة برضو زي ما انت شايف على الانفو بار او بار المعلومات. هنبدأ ان احنا الوقت ندخل للسوفت وير او اللانشر الخاص بالريسيفر عشان نعرف كل مواصفاته وامكانياته من الداخل، ونبدأ ان احنا نتكلم بقى عن السيرفرات والقنوات الصوتية. زي ما انت شايف ده اللانشر المعتاد لرسيفرات واجهزة نوفا، لانشر سهل وقوائم سهلة والتعامل معاها فوق الممتاز. زي ما انت شايف اول حاجة كده شعار شركة نوفا موجود من الاعلى من على اليسار، تحتي جاي اليوتيوب، واليوتيوب هنا او تطبيق اليوتيوب مدعوم باللغة العربية. القائمة اللي بعد كده قائمة الاول ابس او كل التطبيقات، والقائمة دي اللي بيبقى فيها كل تطبيقات الريسيفر بما فيهم قائمة الفي اف تي بي الخاصة بالاونلاين ابديت او التحديث الاونلاين. بعد كده زي ما انت شايف الثلاث قوائم دول خاصين بسيرفر نوفا اي بي تي في، وهتكلم دلوقتي عن السيرفرات ومدد السيرفرات. هنيجي بعد كده هتلاقي الاس تي بي، الاس تي بي ده هنا خاص بالتركيبات وبحث القنوات وضبط اعدادات المصنع. هنيجي بعد كده الميديا، ده جزء خاص باليو اس بي لو انت حبيت توصل يو اس بي عليه ابديت او عليه فيلم او عايز تسجل من على الريسيفر من خلال قائمه الميديا اللي انت شايفها تحت. بعد كده قائمه الاعدادات او السيتنج زي ما انت شايف اهي، دي طبعا اللي بتغير منها كل الاعدادات الخاصه بالريسيفر بما فيهم دقه وعرض القنوات. بعد كده اخر حاجه عندنا الشبكه، وطبعا دي خاصه بتوصيل الريسيفر بالشبكه وتفعيل سيرفر الشيرنج او سيرفر الفوريفر اللي هتكلم عن مدته الوقتي ونوع الفوريفر الموجود على الريسيفر، يعني من خلال الشبكه يا اما توصل واي فاي او توصل الريسيفر بكابل اللان او كابل الانترنت من الراوتر مباشره. وبعد كده التوقيت والتاريخ زي ما انت شايف فوق قدامك. هنبدا بقى نتكلم مع بعض عن سيرفرات الشيرنج والاي بي تي في الموجوده على ريسيفر نوفا اي ماك الجديد. اول حاجه هنبدا بسيرفرات الشيرنج. الريسيفر جاي بسيرفر شيرنج الفوريفر ونوعه فوريفر برو 141 الجديد.
طبعا الداعم للاكواد الاضافيه زي اكواد الفي اي بي اللي ما بقتش تشتغل دلوقتي او اكواد السوبر الاس بي 1 والاس بي 2 اللي بيفتحوا الباقه الايطاليه او الباقه الالمانيه على القمر الاوروبي او القمر الالماني استرا 19 شهر، ومده سيرفر الفوريفر الموجوده معانا في الريسيفر سنه و3 شهور او 15 شهر، يبقى جاي عليه سيرفر الفوريفر برو 141 ومدته 15 شهر. طيب في حاله انتهاء سيرفر الفوريفر تقدر تجدد سيرفر الفوريفر مره ثانيه بنفس النوع مفيش اي مشكله، وفي نفس الوقت برضو لو ما عرفتش تجدد الفوريفر الريسيفر تقدر تشترك عليه بسيرفرات السي سي كام او الام جي كام المدفوعه. وطبعا اجهزه الفوريفر يفضل ان انت تحط عليها سيرفر ام جي كام لو انت مش ناوي تجدد الفوريفر. لو احنا هنتكلم عن سيرفرات الاي بي تي في اللي جاي على الريسيفر، فالريسيفر جاي عليه مده سيرفرات اي بي تي في بتوصل لخمس سنين وتسع شهور، اولهم سيرفر ابولو اي بي تي في ومدته 15 شهر، يعني بمجرد ما الريسيفر ياخد انترنت واخر سوفت وير الريسيفر بيفعل معاك سيرفر ابولو ومدته هتبقى 15 شهر. هنيجي بعد كده للسيرفر الثاني الموجود معانا في سيرفرات الاي بي تي في، هو سيرفر وينك اي بي تي في اللي في الاصل سيرفر نوفا اي بي تي في وتم تغيير اسمه الى سيرفر وينك اي بي تي في ومدته هتبقى 18 شهر. يبقى ثاني سيرفر معانا في الاي بي تي في هو سيرفر وينك اي بي تي في ومدته 18 شهر. ثالث سيرفر موجود معانا في سيرفرات الاي بي تي في هو سيرفر ميفن اي بي تي في ومدته 12 شهر. والسيرفر الرابع الموجود معانا هو مارفل اي بي تي في ومدته 12 شهر. والسيرفر الخامس والاخير هو كوبرا اي بي تي في ومدته 12 شهر. يعني انت لو جمعت مدد سيرفرات الاي بي تي في اللي انا قلت لك عليها دلوقتي هتوصل لخمس سنين وتسع شهور. طيب في حاله انتهاء سيرفرات الاي بي تي في عادي مفيش اي مشكله، تقدر تجدد اي سيرفر منهم بما عدا سيرفر الابولو لان ملوش اي مصادر عندنا هنا في مصر، بره مصر ممكن تلاقي تجديد لسيرفر الابولو. طيب لو مش عايز تجددهم تقدر تشترك في اي سيرفر اي بي تي في عادي برده مفيش اي مشكله، وفي نفس الوقت برده تقدر تشترك في سيرفرات الاكستريم وتقسم الاكستريم لاكتر من قائمه زي قائمه لايف وفي او دي وسيريز، يعني تقدر تشترك في سيرفرات الاكستريم المدفوعه في حاله انتهاء سيرفرات الاي بي تي في المدمجه في الريسيفر. فبالنسبه للصوتيات فالريسيفر جاي عليه ثلاث مصادر قنوات صوتيه، منهم مصدرين شغالين معاك على طول يعني مش هتحتاج اي اشتراكات ليهم، مصدر هينتهي بانتهاء سيرفر الفوريفر ومصدرين هيستمروا معاك شغالين ومفيش اي مشكله. والاحلى والاجمل من كده ان الريسيفر بتاعنا بيعمل تايم شيفت داخلي بفيديو ديلي او تاخير للصوره بيوصل ل 55 ثانيه، يعني هتقدر تظبط الصوت على الصوره وتزامنهم مع بعض ومفيش اي مشكله. طيب الريسيفر العملاق الجميل ده سعره بقى هيبقى كام في السوق؟ سعره حاليا حوالي 1900 جنيه مصري، وتقدر تشتريه من خلالنا على رقم الواتساب اللي ظاهر دلوقتي قدامك على الشاشة. وبكده يا صاحبي نكون خلصنا الفيديو بتاع النهاردة، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.